بنك فيصل. خيارات فتح الحساب ببنك فيصل الإسلامي السوداني حسب حوجة العميل للخدمة. وتعالوا نشوف ريان تعبة في البيت مروان، حصالة وقصة وجوطة كمان. بنك واحد بنك فيصل. يا بيت مالك زعلانة؟ يا أبوي والله مليت، مروان كرهني البيت. أخوك مروان؟ ماله كمان؟ قبل شهرين سويت حصالة وكل مالي مقرشين ألقاه شالة، أصلاً ما بقدر للحالة، كان مستورة وكان بطالة. أخوك غلطان يا ريانة، بس كمان أنت برضو غلطانة. جد أنا الغلطانة عشان ما غيرت مكانة. يا ريانة أنت كبيرة وبيت شغالة، لسه بتعملي لك حصالة؟ وأسوي شنو لكن يا بابا؟ سوي حساب. أنا لو بعرف أسوي حساب كان خطيت ورد دولار. أنا قاصد لك حساب ادخار في بنك فيصل، أحسن خيار. حساب ادخار؟ نهاية في بالي الفكرة ما جات، بس لشنو بنك فيصل بالذات؟ ما قلت لك أحسن خيار، ومعاه حتحب الادخار. يا بابا هني أخير للنار، وريني ليه الادخار في بنك فيصل أحسن خيار. في الادخار مع بنك فيصل ممكن تسحب ولا توردي طول اليوم، وآخر السنة بيجيك أرباح وربحك شرعي وما مزموم، وأي معاملة مع صراف بالقانون وحساب معلوم، وبطاقة مصرف وكشف حساب كامل ومتموم، وممكن تدفعي فاتورة تلفونك وكل فواتيرك عموم. ده كله بيحصل في الادخار مع بنك فيصل؟ طبعا يا ريري، في بنك فيصل أحسن حساب توفيري. كان كده من بكرة حفتح حساب جديد، بس حشتاق لي حصلتي شديد. انت كبرتي على الحصالة، اديها اللي بتعمك هالة. بس يا ابوي كلم مروان يخليني في حالي، مما يعرف عندي حساب حيجي طوالي ويشيل بطاقة الصراف الآلي. وانت براك عارف من بدري انا طيبة، وعادي حوريه رقم السري. إلا الرقم السري يا ريان، ده حقك أنت وبس. ما نوع الحساب الذي تم ذكره في هذه الحلقة؟ 1 حساب جاري، 2 حساب ادخار، 3 حساب شركات. بنكي واحد بنكي فيصل.